وصلنا لآخر محطة في برنامجنا التدريبي برامج الأوشا في السلامة والصحة المهنية. وصلنا إلى الوحدة الثامنة وهي بعنوان إدارة مواقع العمل متعددة أصحاب العمل، أو بمعنى آخر لما يكون عندك في مكان العمل في أكتر من كونتراكتور أو مقاول موجودين بيقوموا مهام مختلفة في مكان العمل. من الطبيعي حاليا في بعض أماكن العمل إنك تلاقي العديد من العمال مش على قوة صاحب العمل، أو بمعنى آخر ليسوا موظفين عند صاحب العمل الرئيسي، وده بيكون بعقود، سواء هذه العقود كانت قصيرة بيعملوا شغلانة وخلاص، أو عقود طويلة مع صاحب العمل. في هذه الحالة بنلاقي إن صاحب العمل التاني أو المقاول أو الكونتراكتور هو ذو مواقع متعددة، لأنه مش بس بيكون عنده شركة واحدة ولكن بيكون بيعمل سيرفيس عند أكتر من شركة. على سبيل المثال عمال الصيانة بيعملوا صيانة في الشركة ألف والشركة ب والشركة ج، ولكن هم تابعين لشركة معينة. أو السائقين برضو بيكون في شركة بتدير هذه السائقين أو المجموعة دي من السائقين، ودول بيقدموا خدمات لشركات أخرى. وكذلك ممكن نلاقي المستشارين وخلافه. ليه الموضوع ده مهم بالنسبة لبرامج السلامة والصحة المهنية؟ لأن من المهم أن ينظر صاحب العمل والمقاول الاثنين مع بعض في كيفية تأثير الأنشطة اللي هما بيقوموا بيها في العمل وعلى السلامة وعلى العمال الآخرين في موقع العمل. في بعض الأحيان بنسمع مصطلح اسمه المقاول، ومصطلح اسمه مقاول من الباطن، ومصطلح اسمه صاحب العمل. طب إيه الفرق بين الثلاث حاجات دول أو الثلاث مصطلحات دول في بيئات العمل المختلفة؟ هنلاقي مثلا لو إحنا عندنا المين كومباني أو الشركة الرئيسية عاوزة تعمل أعمال صيانة كبيرة عندها في الشغل، فبالتالي بتعمل إيه؟ هم ما عندهمش عمال صيانة موجودين أو ما عندهمش حد متخصص في أعمال الصيانة الكبيرة دي، فبيعرضوا مناقصة إن هم يجيبوا شركة متخصصة تعمل أعمال الصيانة دي. ممكن تكون شركة أو ممكن تكون أكتر من شركة. فبالتالي لو الشركة الرئيسية دي عملت مناقصة عشان خاطر تجيب المقاول أو الكونتراكتور، فممكن تعمل لأكتر من مقاول. مثلا واحد متخصص في اعمال الصيانه للمعدات الكهربائيه، والتاني متخصص في اعمال الصيانه للاعمال الميكانيكيه اللي هو كونتراكتور 1 وكونتراكتور 2. المقاول الرئيسي او الاول ده اللي متخصص في اعمال الصيانه للادوات الكهربائيه او المعدات الكهربائيه بيجيب هو كونتراكتور تاني، واحد مثلا يعمل السبير بارت او يشتري السبير بارت، واحد مثلا بيعمل انسبكشن، واحد مثلا بيعمل الكوميشننج اللي هو التسليم. فبالتالي الجزء ده اللي هو السب كونتراكتور اللي هو مقاول من الباطن هو يتبع المقاول الرئيسي اللي هو كونتراكتور الرئيسي، وهما الاثنين، ولكن الرئيسي في الموضوع هو كونتراكتور رقم واحد، هو اللي بيكون تابع للشركه الام. طب هنلاقي كده ان في مكان العمل في اكتر من عمال، عمال موجودين تبع الشركه الرئيسيه، وعمال موجودين تبع المقاول الرئيسي، وعمال موجودين تبع المقاول الفرعي او اللي هو المقاول من الباطن. عشان ندير مواقع العمل دي بشكل جيد طبقا لمنظومة السلامة والصحة المهنية، هنلاقي ان النقطة المحورية هنا هي التواصل والتنسيق بين كل الاشخاص دول لانهاء العمل في وقت محدد وبشكل آمن. اي حد في بيئة العمل سواء كان من صاحب العمل الرئيسي او من اول المقاول الرئيسي او من الاول الفرعي اللي هو من الباطن، عشان لازم ينسقوا ويتواصلوا مع بعض عن طريق بعض الطرق. يعني مثلا على سبيل المثال فيما يخص السلامة والصحة المهنية، لازم كل العمال الموجودين دول يكونوا على دراية بجميع المخاطر اللي هتكون موجودة في بيئة العمل واللي هتصدر أثناء قيام ببعض الأنشطة في العمل دي، وكمان لازم يكون عندهم طرق التحكم الموجودة في هذه المخاطر على دراية بها كل الناس الموجودة. كمان لازم يكون طرق التواصل والتنسيق موجودة ومختلفة وفعالة للتواصل مع صاحب العمل والمقاول ومقاول الباطن. يبقى في طرق معروفة كده محددة بقول والله أنا هتواصل مع ده إزاي وهتواصل مع ده إزاي. كمان على صاحب العمل والمقاول والعمال معرفة الأعمال السابقة في مواقع العمل والمخاطر التي سيتعرضون إليها وأنظمة وتعليمات السلامة المعمول بها. يعني مثلا بمعنى آخر، أنا لو عندي مثلا شغلانة بتتم والجزء الأول خلص من مقاول واحد والجزء الثاني ده هيتعمل من اول تاني، فبالتالي لازم يبقى فيها هاندوفر بيقول والله انا عملت الشغلانه الاتيه ودي لها المخاطر الاتيه واتحكمت فيها بالشكل الفلاني، وبيسلمها بعد كده للمقاول الثاني. لازم يكون عارف ايه المخاطر اللي ظهرت وتم التحكم فيها ازاي. ومن اهم النقاط الموجوده لاداره جميع العمال في اماكن العمل، من اماكن العمل مختلفه، وهو كيفيه التصرف
في حالات الطوارئ المختلفة. تعالوا مع بعض نشوف بعض الأمثلة على بعض الإجراءات المستخدمة لإدارة مواقع العمل متعددة أصحاب العمل والتي تخص برامج السلامة والصحة المهنية. الإجراء الأول اللي ممكن نستخدمه هو التواصل الفعال أو ما يسمى بالإفكتيف كوميونيكيشن. طب يعني إيه؟ دلوقتي أنا لو أنا مقاول وبعمل خدمة معينة لشركة ما، ففي تواصل لازم يكون ما بيني وبين العمال بتوعي اللي بيعملوا الشغلانة دي عند صاحب العمل الرئيسي، وكمان يكون في تواصل ما بيني وبين صاحب العمل الرئيسي. طب التواصل الفعال بيعني ايه؟ بيعني تبادل المعلومات حول المخاطر الروتينية الموجودة او المعروفة في بيئة العمل، وكمان تواصل من خلال معرفة طرق التحكم الموجودة او اللي تظهر من هذه المخاطر. كمان اعرف ايه الاصابات اللي ممكن تحدث، ايه الزيارات اللي ممكن تتم ما بين صاحب العمل للمقاول، اجراءات التفتيش وعدم مرات التفتيش، وايه هي الاجراءات المتبعة في حالات الطوارئ، لان كل العمال دول شغالين مع بعض في نفس بيئة العمل. طيب نتكلم اكتر عن هذا الموضوع، عن الافكتيف كوميونيكيشن. هنلاقي ان من اهم النقاط اللي ممكن تكون موجوده في هذا الموضوع، وهو ان كل الحاجات دي لازم تكون مذكوره في العقد اللي بين صاحب العمل الرئيسي والمقاول. يعني مثلا على سبيل المثال هتلاقي مثلا بند موجود كده يقول والله اذا حدث حادثه في المكان بتاعك ده اللي انت شغال فيه كمقاول، لازم مثلا تبلغني خلال 24 ساعه، ولازم مثلا يتم تشكيل لجنه للتحقيق في هذه الحادثه من فلان وفلان وفلان، والاجراءات الموجوده يتم تنفيذها من خلال فلان وفلان وفلان او عن طريق كذا، او ازاي نجد طريقه لعدم حدوثها مره اخرى. كمان مثلا من ضمن الحاجات اللي تكون موجوده للتواصل الفعال ان انا انسق مثلا عدد مرات التفتيش. يقول مثلا في العقد والله ان صاحب العمل الرئيسي ممكن يجي في اي وقت يفتش على اداء السلامه او اداء العمل الموجود اللي بيقوم بيه المقاول. ده لازم يكون موجود، ودي احد طرق التواصل الموجوده. طب ده من ناحيه المقاول وازاي تعمل عليه انسبكشن او ازاي تعمل عليه تفتيش اللي هو بيتم هما بيقوم بالعمل. ولكن مثلا من ضمن التواصل الفعال ان مثلا انا لو مقاول وجاي اعمل شغلانه معينه عند صاحب عمل رئيسي، مطلوب منه هو يديني بعض المعلومات. على سبيل المثال المعلومات اللي هستخدمها في تقييم المخاطر. عاوز اعمل تقييم مخاطر معينه، بس انا محتاج دوكمنت معينه او رسومات معينه او اجراءات معينه من عندك انت عشان اعرف احطها عندي في تقييم المخاطر. فلازم أن يكون في تشانلز معينه للكوميونيكيشن اضمن بيها يبقى في تواصل فعال من ناحيه المعلومات ومن ناحيه اداره منظومه السلامه في بيئه العمل. الاجراء الثاني اللي ممكن نستخدمه لاداره مواقع العمل ذات اصحاب العمل متعدده وهو التنسيق الفعال. يعني ايه تنسيق فعال؟ الافكت او الافكتيف كوردينيشن، وهو بيعني التخطيط الجيد للاعمال وازاي اعمل لها جدوله، هذه الاعمال اعمل لها جدوله ازاي والمواعيد بتاعتها ازاي وايه هي المهام بالظبط، ولو في تدريبات مشتركه ما بين صاحب العمل وبين المقاول. وده بيكون جزء مهم جدا لضمان السلامه في بيئه العمل. طب تعالوا ناخد بعض الامثله على التنسيق الفعال كاحد الطرق المستخدمه لاداره مواقع العمل متعدده اصحاب العمل. اول حاجه مثلا وهي ما يسمى باحتياجات صاحب العمل. يعني مثلا في العقد بيقول والله ان صاحب العمل الرئيسي محتاج بعض الحاجات زي مثلا معدات معينه عشان خاطر يتم بها التاسك الفلاني، او مثلا مؤهلات معينه للاشخاص الموجودين اللي هيقوموا بالمهام دي، او بعض التصاريح المعينه المطلوبه. كل الحاجات دي كلها عشان تتم لازم يكون في تنسيق فعال ما بين صاحب العمل وبين المقاول. مثال تاني مثلا ان لو صاحب العمل عنده بعض الاجراءات او بعض التعليمات الخاصه بالسلامه لازم يوصلها للمقاول قبل ما العمال تيجي تبدا الشغل عنده في مكان العمل. على سبيل المثال مثلا على سبيل المثال والله انا محتاج الناس اللي تيجي يكون فيها تدريبات معينه قبل ما يجوا مكان العمل بتاعي، فلازم اتواصل مع المقاول ونقول والله دي الاحتياجات التدريبيه الخاصه بالناس اللي هيجي عندي. فكل ده مش هيتم الا عن طريق اذا كان في تنسيق فعال في بيئه العمل. والتنسيق ده بيكون في جميع مراحل العقد اللي بين المقاول وبين صاحب العمل الرئيسي. في تنسيق بيكون قبل اتمام المهمه او قبل البدء في المهمه، وكمان في تنسيق بيتم لحاجات جوه او اثناء عمل في المهمه، وفي بعض التنسيق بيكون كمان ما بعد انتهاء المهمه في تقارير معينه في تصريح معينه بيتم. فاذا التنسيق الفعال من احد الطرق المستخدمه لضمان السلامه في بيئه العمل عشان خاطر نضمن بيها ان احنا نؤدي المهمه في ميعادها المحدد وبالكفاءه المطلوبه. وصلنا لنهايه الوحده الثامنه، وهنعمل سريعا مراجعه كده على اهم النقطتين قلناهم في هذه الوحده. قلنا انه يوجد في اماكن العمل العديد من العمال من شركات او مقاولين مختلفين، وده ممكن يؤثر على منظومه السلامه
في بيئة العمل إذا لم يتم إدارة هذه هؤلاء العمال بشكل جيد. وقلنا المفتاح في هذه الأنواع من بيئات العمل اللي فيها أكتر من مقاول أو فيها أكتر من صاحب عمل هو التواصل والتنسيق الفعال. ومش بس التواصل والتنسيق الفعال جزء من منظومة السلامة، ولكن لازم أن يكون جزء من جميع جوانب العمل المتفق عليها ما بين جميع الناس الموجودة في أماكن العمل الوحيدة. وصلنا لنهاية البرنامج التدريبي بتاعنا، وتعالوا سريعا كده نراجع على الأهداف التدريبية من البرنامج التدريبي اللي احنا شرحناها في كل الوحدات بتاعت البرنامج. هنلاقي مثلا ان الهدف الأول من البرنامج التدريبي عرفنا ايه هي التكاليف المختلفة للحوادث واللي ممكن تظهر في بيئات العمل المختلفة. كمان عرفنا ايه هي الفوائد العديدة من تنفيذ برنامج فعال للسلامة والصحة المهنية. وقلنا طبقا للأوشا في عناصر تخص أو عناصر مهمة عشان أعمل بيها برنامج فعال للسلامة والصحة المهنية، وقلنا في بعض العناصر زي القيادة الإدارية، مشاركة العمال، تحديد وتقييم المخاطر، منع ومراقبة المخاطر، التعليم والتدريب، تقييم البرنامج وتحسينه، وآخر جزء كان إدارة مواقع العمل متعددة أصحاب العمل. وكمان من ضمن الأهداف التدريبية للبرنامج قلنا أو حددنا الطرق الرئيسية والفعالة لمنع المخاطر في بيئة العمل. وفي نهاية البرنامج التدريبي بشكر طبعا حضراتكم جزيلا على حضور هذا البرنامج، وأتمنى أن تكون المعلومات والمعرفة اللي حضرتك اكتسبتها من خلال هذا البرنامج مفيدة ويتم تطبيقها في مجال عملك، مع تمنياتي لكم بكل التوفيق والنجاح، وتحياتي لكم دكتور عبد الله الليثي. شكرا.